أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هاد الأجواء هادو ما كانوش بكري، كانوا بكري غير الدراري كيخرجوا يلعبوا، بنات بطعارج، دراري بالقنبول بالفرادة، ما كانش بزاف ديال هاد القنابل، ولكن دابا الأجواء نقية ودراري ناشطين وما كاين لا صداع لا والو. العائلات كيخرجوا يتفرجوا، كيخرجوا يلعبوا مع وليداتهم. الأمهات انتما كتشوفوا مع الأولياء مع الأبناء ديالهم، يعني ونعم التربية. يعني انتما كتلاحظوا ما كاين لا صداع لا دباز لا مشاكل، ما كايناش، كل شيء مزيان، كل شيء معتبر، وهذا ما نقدر. فالأجواء كما كتشوف الأجواء الأجواء ديال هاد الشباب ديال الجيل ديال اليوم شويه، كاين شويه هاد الفرق. إلا بغينا نقولوا عنيفة، كانت عاشوراء سليمة كما كيمثل الإخوان هما أبناء الحي الجيل الذهبي، كان اللعب بطريقة سلسة سليمة. الآن كاين هاد الألعاب النارية اللي كتجينا من الخارج واللي هي جد خطيرة، هي فرحة للشباب ولكن هي خطيرة في نفس الوقت. لا بكري كانوا غير العيالات كيجلسوا كيتجمعوا سوينيا حليوات الفاكية وكانوا يلعبوا بيناتهم كيشطحوا، ولكن ما كانش هاد الأجواء يتجمعوا الناس وتجمعوا الدراري والصحاب العمومية، هادشي معتبر. لا دابا أحسن بطبيعة الحال.